صباح الخير لكم وصباح الخير لكاتب لانا، ويعطيكم ألف عافية جميعا. أكيد إحنا مكملين معاكم بالفقرة المطبخية بالجزء النهائي من برنامجنا الصباحي، برنامج يوم جديد، البرنامج الأردني العائلي في كل يوم من أيام الأسبوع طيلة الأسبوع عدا يوم الجمعة. مكملين معاكم أكيد، وأكيدنا نقول أهلا وسهلا بالست لانا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي متألقة لانا معانا اليوم، نورتينا. رح نعمل وصفات اليوم، وصفات ختايرة، وصفات حجات اللي أنا بحبها. وصفات ستات بتقل وزنهم بالذهب، اللي بديروا بالهم على هيك وصفات، وصفات اتعلمنا عليها وكبرنا عليها وشيبنا عليها، ومنحل الصبغة بتسكر علينا وساتر علينا. أكيد إحنا قبل ما نبلش بفقرتنا لليوم بدنا نقول أكيد أهلا وسهلا بأرز تحفة وتونة الصياد. أحلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة. عدنا من جديد لنقول بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ رح نعمل أنا وياكم برفقة لانا زيدان وصفة ورق للسان، أو زي ما تفضلت كاتي بللسينة، أو اسمه لسان التور. رح نحكي كتير ومطولا عن تفاصيل تحضير هذا الطبق بعد ما ناخد مقاديرنا لتحضيره مع لانا على الشاشة. المقادير على الشاشة أمامكم، اعملوا سكرين شوت وجربوه كتير طيب. يلا خلينا ناخد المقادير مع بعض. نعم، مقاديرنا لليوم رح يكون كيلو ورق لسان مغسول ومسلوق، ريش خروف أو قص أو قطع ستيك، وقية لحمة مفرومة خشنة، 2 كوب أرز حبة قصيرة، ومنقوع طبعاً الرز لازم يكون منقوع ومصفى. رح يكون معنا ربع كوب زيت نباتي، وممكن استخدام زيت سيرج. اوكي، ورح يكون معنا ملح وفلفل، بهاري مشكل، كركم، هيل مطحون، ماء مغلي للطبخ، وماء مغلي لسلق الورق. هاي كل الوصفة شوفوا على خلصنا. الله، كتير سهلة وكتير بسيطة وكتير حلوة. رح نحكي مطولا لحتى تغلى معانا المي عن ورق للسان. ورق للسان هو عبارة عن ورق خشن مجعد، يعني بتحسيه انه هذا الورق مش ناعم ابدا. تمام، لو بدنا نسمع مع بعض اكيد سمعتوا معي على المايك. اذا هو ورق خشن مجعد. يلا كمان مرة. هذا هو ورق للسان، ورق خشن مجعد، مش خشن بمعنى الخشن، بس هو ورق مجعد بالأسواق يا جماعة الخير، لأنه خشن بخزن لنا الأتربة في داخله، وخصوصا في المنطقة الخلفية من الورقة. شايفين هذا التراب؟ أنا خليته عشان أورجيكم. نعم، لازم ينغسل بالماء كتير 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 منيح، وجهين ثلاثة بتلاقي الماء عكرة وفيها تراب، فيها طينة. تمام، بعدين طبعا أنا هاي هي الوحيدة اللي ما غسلتها، الباقي مغسول عشان أورجيكم التراب اللي عليها. بعدين بنخلي المي تغلى زي ما أنتوا شايفين. زمان كانوا ستاتنا الكبيرة بخيط وإبرة لانا كانوا هيك يمشوا فيها الورق وتصير عبارة عن سمسال. اللي هي سمسال. يس سمسال. أكيد أنت عشتي هذا الموقف، فأنا متأكدة. كنا هيك نربطه بخيط وإبرة، بس أنا ما بدي أعقد لكم الأمور. هلأ ورق للسان هو عبارة عن النبتة اللي هي كيف؟ اللي هي ساق، وفي منها الفروع اللي هي الأوراق. الأوراق بنقطفها وبيكون في إلها ورود زرقاء اللون على بنفسجي مثل لون النجمة، بيعملوا منها زيوت عطرية، بيعملوا منها زيوت علاجية. وإذا بدنا نحكي عن القيمة الغذائية، عبارة عن وحدة من الحديد، علاج للالتهابات، علاج للروماتيزم. يعني شوفوا قديش هالنعم الله اعطانا اياها، واحنا قديش احنا مش دايرين بالنا على استخدام هذا النوع من المواد الغذائيه في مطابخنا. زراعته موجوده بكثره في فلسطين الحبيبه، تحياتنا لاهل فلسطين الكرام ومتابعينا وكل النشامه والنشميات المقيمين هنا. فيا اصدقائي الغاليين، هذا هو موضوعنا اليوم، بانه علاج للروماتيزم غني جدا 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 بنسبة عالية بالحديد، بالإضافة إنه هذا الورق لانا بيعالج الالتهابات ومفيد جدا للروماتيزم. بروح بغلي ماء مغلي وبنزل هذا الورق لانا، على قد ما هو خشن على قد ما هو رهف، يعني قوامه جدا 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 بيسحب المي وبيطرى وبصير يتمزق، ما بتحمل يعني. الشغل فيه حساس من ناحية السلق، حطه وشيله فقط. فشوفي أنا راح أقلب. هيا
تمام بهذا الشكل وارجع انزله بالمي بس. بعدين ما تطولي عليه بالسلق، اذا طولتي عليه بالسلق رح يتمزع، فبتخلي جنبك اذا انت عامله كميه كبيره وعائلتك كبيره خلي بالسلق جنبك اللي هي لانا بوله او كسرولة او جاط على جنبك فيه مي بارده لحتى تشيلي من هون على هون عشان توقفي عمليه السلق تمام. ولكن انا هاي هحطها وشيله سريع سريع. شوفي كيف المي بصير لونها اخضر قد ما هو غني بالماده الخضراء اللي هي غنيه بالحديد. عشان هيك انا ملبقه اليوم من شكيت شوف. بعدين انا عرفت انه هذا الطبخه على ذوقك، فاحنا مبسوطين اليوم انه الطبخه على ذوقك لانا معنا اليوم. هاي بتشوف على بتعرفي انا لانه بحبه فيه طعمه الدسم، يعني هو أيوة. نفسه فيه طعمه. طب احكي لك انا شو صار الصبح فيه لحمه، هو عن جد دسم. يس هو ريحته اذا بدكم الصح فوارغ وكرشات من الاخر. يعني ريحته الناس عرفت انه بنحب الدسم. ما تقولي هيك على هوا. ريحته فوارغ وكرشات لحاله. الحشوه لازم تكون غنيه باللحمه المفرومه زياده شوي عن المحاشي العاديه لانه هو دسم بحب اللحمه. كمان بنحط جنبه اذا هيك خلاص بكفي، راح نحط جنبه كمان اللي هي قطع لي اختياري، ممكن طبخه على فوارغ طبخنا، على فكاك خروف طبخنا، على روس طبخنا، على كرش، على فوارغ، على لسانات خروف، وعلى رياش قطع ستيك اللي بدك اياه. انا كنت بدي اجيب لسانات بس ما بدي يفكروا انه هاي طبخه محصوره فقط بلسانات. لا 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 ابدا فعلا. انا تعلمت اعمل لهم بالكفته. نعم وبرضه بتلفيها هيك الكفته كثير طيب وكثير زاكي وكثير دسم، وهذا موسمه من السنه. ورق مجعد وهيك شكله، وهو مش ورق توت، هي عباره عن نبته جذريه تمام، تطلع ساق وإلها فروع من الاوراق بكثره في فلسطين وموجود الخير موجود في بلدنا الحمد لله، وقيمة غذائية عالية ودسم دسم دسم. أنا قالت كاتي إنه بيعملوه على محاشي، صراحة ما عمري جربته على محاشي لأنه هو طبخة تمام. هلأ ستي رح نجيب الورقة. هلأ في عندك الورقة ممكن إحنا نقصها هيك تمام إذا كانت كبيرة ممكن عادي. هلأ هذا الساق لانا رح يكون شوي تخين، فبروح بس بحزه شوي بسحبه هيك بنسلة تمام عشان تلف معاي الورقة، وهي كمان واحدة. وبس رح أجهز هلأ للحشوة. الحشوة حشوة المحاشي، رز حبة قصيرة منقوع ومصفى وأموره تمام، بالإضافة إلى حشوة اللحم وخليها مدهنة. وجاي بقطع لي يا رب ولا أخصائية تغذية تحضرنا خصوصا اللي عندك اللي بتابعوني يزعلوا مني لأنه هاي الطبخة هيك أصولها. هلا اكيد كل الستات الكبار مبسوطين معانا، رح نسبح مع كلانا على جمهورنا الكريم حتى اجهز الحشواتكم. يلا معانا ام هاشم محمد بتسلم على امها ام اياد وابوها ابو اياد، واحنا كمان تحياتنا لهم. ام عبد الرحمن بتسالك وين بنلاقي هذا الورق؟ عند الخضرجي. وين عند الخضرجي؟ لما خميس تقول صباح الفل شف علا، بدها تصبح على حجتها ام كفاح وام عمري وام منذر، وكمان احنا بنحكي لهم صباح الخير. معانا عدنان الحمصي اسعد الله صباحكم بكل خير وسعاده وصباحك. معانا كمان ناخذ نريمان. نعم الدبعي بتقول صباحكم ورد فل وياسمين. صقر ابو هزيم بيقول لي لانا احكي للشيف علا بعدنا بنستنى بالزياره على الصاج. حاضر رح اجيب لانا واجي يا صقر ابشر. الله. بعدين على شارع الحمام نفسي اروح صراحه. يلا انا وياكي خلص انا قبلت. كثير شيء بجنن وإلي مصلحه في شغلات هناك للمطبخ انا بدور عليها فرح اروح. هلا بالنسبه للحشوه أهل زمان وخصوصا الخلايلة تحديدا بنخلط زيت قلي اللي هو زيت نباتي مع زيت سيرج، زيت السيرج بيخلي الورق يلمع ولونه بيضل حلو، وحبة الرز معاي بتتفتح بشكل مش طبيعي، زيت سيرج، أنا رح أحط زيت نباتي بناء على ذوق الكل تمام؟ ممكن تحط زيت نباتي وزيت زيتون بصير، بعدين رح ننزل اللي هي الملح، فلفل أسود، كركم، اللي ذكرتهم لنا بالوصفة، حط في هذا الغاز تمام لأنا معك. يلا خلينا ناخذ كمان بعض مشاركاتكم. معانا لبنى محمد بتقول هذا الورق شو اسمه؟ ورق تين؟ لا هو مش ورق تين. اسمه ورق لسان او لسينه او لسان التور، ورق لسان التور. ليش سموه ورق لسان التور؟ لانه هيك بيقولوا طبعا، بيقولوا انه بيشبه لسان التور ولا تشبيه حاشا النعمه. نعم. نعم لانه هو مجعد والورقه طويله. نعم. كمان مره نشوفه هي. بيشبه لسان الثور اللي هو ولا تشبيه طبعا كمان مرة بنقول حاشا النعمة. هو عبارة عن ورق خشن مذبذب فيه أجزاء تحشر في داخله الأتربة تمام،
وبكون بالطول. إذا كان حجمها كتير طويل هيها أمامك، إذا كان حجمها كتير طويل بنقصها من النص، وهذا العرق من هون بنخففه لحتى تلف معاي. كتير مهم نركز على هالنوع من الأغذية اللي بترفع درجة المناعة وكمان بتزيد من اللي هي الفائدة الغذائية في الجسم. نعم، رح ناخذ بعض المشاركات معنا. كمان أم أسامة بتقولي سعد صباحكم، أنس البعيش بيقول صباح الفل والاسمين من السلط، نجاح عودي بتقولي سعد صباحكم أحلى شف وأحلى مذيعة منورين وصباحك يا رب. معنا كمان أم يوسف بتقول أسعد الله صباحكم من فلسطين، تحياتنا ويسعد صباحكم لكل أهل فلسطين. معنا تهاني بتقولي سعد صباحكم. معنا مصطفى الحجري أحلى سلام من العراق، تحياتنا لكل أهلنا في العراق. أكيد أكيد طبعا. بس هلأ لأنا حطينا زي أي حشوة، بس أنا قلت إنه لازم تكون اللحمة مدهنة وزيادة، يعني إحنا عادة بتكون اللحمة نص مقدار الرز بالمحاشي، تمام؟ بس إحنا بهذا النوع لأنه لا بحط معاه كوسة ولا بتنجان ولا إشي، وأنا اليوم حطيت لكم تحتيه ريش. في ناس بحطوا تحتيه قطع من لسان العجل. في لا تطلع فيها هيك لانا. لا انا مبسوطه عرفتي، لانه اجت صدفه يعني. انا مش اكلت لحم بجر والله. اسمعي، لا انا بحب هذا الطبق وبحب لانه دسم. خلص مره واحده اكلتيه وانحسبت عليك. قولي والله دسم. اللي بياكله ادمان. انا نفسي صراحة نوصل لدرجه اني اقدر ادوقكم من خلف الشاشات على قد ما هالإشي زاكي كتير. شوفي أنا بعمل هيك عشان اللون الكركم يبلش يشتغل. ممكن تحطي الكركم بنقعة الرز بصير. طيب هلأ هون أنا عندي صار ناشف، رح أروح أنزل كمان شوي من الزيت النباتي. ويا ريت معاكم هلأ لانا رح تتابع على السوشيال ميديا، كل حدا بيعرفه يحكي لنا هم إيش بيسموه وكيف بيعملوه وعلى إيش. مش غلط نسمع منكم. معنا معتز حسن بتقولي سعد هالصباح ويسعد ورق اللسان ماسكا، مظبوط هو كتير زاكي صراحة. نعم. هما معلش بتقول أحلى لانا. أم أحمد بتقولي سعد صباحك يا شيف علاس، وهاد الفقهاء بتقولي سعد صباحكم. معنا كمان مين كمان، رجاء بدوية بتقول صباح الفل والياسمين يا حلوين يسعد صباحك. كمان معنا مين، أم هاشم محمد تقول بصبح على بناتي أريس وريماس وإيناس يسعد صباحهم جميعا. أماني دحلة تقول صباح الخير للجميع، صباح الخير لكل كادر برنامج يوم جديد. ابتهال بتقول من رام الله يسعد لي صباحكم يا نشميات. الله يسعد صباحنا وعلا. بفلسطين معروف كتير وكتير بيعملوا جدا جدا يعني بهالموسم من السنة. بطرق مختلفة كمان. نعم أكيد كل واحد بعمله بطرق. تمام ستي، هلأ إحنا بنقلب الورقة زي ورقة الدوالي على الوجه الثاني وبنخلي الوجه الناعم برا. نعم. اللي هو اللون الفاتح. هلأ بدي اياكم تكونوا عارفين انه في الوان درجات الوان تختلف لهذا الورق بالاسواق، وذلك تبعا لكمية المطر اللي نزلت عليه. هلأ هذا طازة شرب مي منيح، يعني شوفي انا ماشي معك حسب المواسم زي ما تعلمنا من اهالينا. صح. بتشتي الدنيا بناكل اللفت، بناكل الجزر الاحمر. في ورق ارنبيط عمرك دقتي لنا؟ لا هذا ما اللي هو ورق الزهرة. لا هذا ما اللي هم بيحكوا له ورق اليخنه. يلا الخلقه اللي بكون فيها معك بتعملي كل مره الجايه بتعملي لي اياها سفوله. تمام شايفين بمشي فيها هيك. هلا ممكن تكتفي في هون وهذا الجزء تشيليه وترقعيه مع جزء ثاني، يعني هي هاي الشغله مهمه بهذا الورق. خلينا نشوف كيف بدنا نرقعها. هلا انا قسمتها من النص، تمام، ما بروح بحطها من هذا الجزء، بدي اروح من هون عشان أكسب مجال بالورقة تلف معي لما أقسمها، لأنه الورق في منه كبير بالسوق يعني بالطول طويل جدا، فمستحيل لازم تنقسم، لازم تقصيها وبتمشي شوي. العرق اللي بالنص رح يمسك لك الورقة. هيو أسك الورقة وصارت معي بهذا الشكل طري وبفتح لأنه دسم جدا، فأنت بدك تشدي شوي صغيرة إلا إذا بتحبين فرفط زي أهلينا طري بصير. طيب رح ناخذ كمان جزء نرقعه ونشوف كيف رح نرقعهم مع بعض في حال انه عندك الورقه كتير كبيره. هيو حط جزء وهي كمان جزء هيك. هي صار عندي عرض منيح للورقه لحتى احشي، وبعدين رح احط معي من الحشو. زي ما انت شايفه ما بروح ما بروح بكبسها، بدي الورق بدي الرز يتفلفل وياخذ راحته ويستوي. شايفه هي سكرت معي وصار معي ورقه بعد ما أنا رقعتها وحطيتها، وهيك صار عندنا الورق جاهز. يا ريت في هذا الإشي هيك بالبيت، ترام جاهز، ترام مطبوخ. يا ريت في شفع على كل بيت. يا حبيبتي أنت البركة، الله يخلي أهليكم يخليكم جميعا. بس هيك بيكون الورق عندي جاهز. هلأ لانا رح نحكي عن موضوع الريش. الريش أنا خليتها مدهنة فقط، شفيتها من الدهن
بشكل بسيط جدا، ما تقلت عليها تمام، وخليت الدهنة عليها وما دقيها أبدا. وبهارها هو عبارة عن فلفل أسود وهيل فقط ولا إشي تاني. ليش؟ لأنه لانا هذا الورق مالح فيه نسبة ملوحة، فما بدنا الطبخة تطلع مالحة. وبعدين أنا كمان رح أحط على وجه الورق من فوق ملح، فاللحمة ما بنملحها أبدا تمام. رح نحط عليها شوي من الفلفل الأسود وهيل، وأصفتها وأصفت فوقها الورق. معك لانا. الله. طب شوف هلا سؤال أنا بدي أسألك. عادة لما بنكون مستعجلين وبنلف ورق العنب العادي، نعم، ممكن على بطنجرة الضغط عشان نستغل الوقت، بس أنا شايفة إنه هذا الورق ما بتحمل ما بنقدر نستخدمه بطنجرة الضغط. يعني إذا صار ورحتي فيه على الضغط ربع ساعة فقط. يعني كتير دسم وكتير مدهن وما في وقت، بس اللي بياخذ وقت هون عندي اللحمة. راح أصفت اللحمة بشكل جميل عشان لما أقلب الطنجرة يقلب تمام. راح ناخذ معك شوية كومنتس عشان نجهز الفصل. معانا أحمد علوش من فلسطين مدينة الناصر بتصبح علينا. هاجر حمدة تقول يسعد صباحك. نعم. معانا أم محمد طريف تقول صباح العسل. معانا كفاء بتقول صباح الخير أنا من سوريا. سناء الكيجاني بتقول صباح الخير. أم عامر بتقول صباح الخير من عجلون. في ناس بيقولوا لك حطي سمنة بلدية شفاء علا. لا 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 هيك بدها تخرب. يعني صح أنا بحب السمنة بس مش كل وقت. عن جد. تمام. رح أحط قطع من اللية وبعدين أنزل بالورق أصفتهم وأحطهم هيك على بعض زي ما أنتوا شايفين، ونصفتهم زي هيك. كل الورق رح أصفته بالطنجرة، وبعدين رح نطلع فاصل كتير قصير ونرجع نقلب طبختنا ونخلي لانا تدوق. جاي عبالها ورق لسان. فاصل ورجعين. رجعنا لكم عن جديد لحتى نكمل طبختنا. ما بصير ما نتجاوز عن هاي الخطوة، طريقة طبخ ورق للسان. حطيته وصفته، حطيت اللحمة بملح وفلفل فلفل وهيل فقط. الملح رح ياخده من الورق ورشة الملح اللي على الوجه. بعدين رح نحط قطع من اللية. هلأ اللي بصير لانا إنه اللية رح تدوب وتعطيني دسم للورق. لما تفتح الطنجرة رح تلاقيها دابت أصلا، رح تروح مع المي، بس بتدسم. أنت بتحبي ما بتحبي، بس أنا وظيفتي أعمل لك الشيء على أصوله زي ما بنحضره بالعادة. بنحط قطع من اللية. طبعا أنا مستخدم لية خروف بلدي على كيف كيفك. خروف هيك مطقطق وصغير. نجرب الطعم بتشوفوا. اسمعي الملامح تتغير كلها. بعدين الورق مالح، إذا رح نحط رشة ملح بسيطة وماء مغلي. والله يعطيك العافية، غلوة وبتوطي عليه على الشعرة. هاي الطنجرة ما بتاخد ثلث ساعة. يعني أنا حاطة مثلا ريش، خلي على هذا مثلا ساعة طبخة إذا كنت حاطة ريش مش مدقوقة أو قطع ستيك، ولكن هو بالعادة ما بياخد وقت. بدنا نقدم طبختنا تمام. رح نحط المي أي قد بقد. بتحب تحطي صحن فوق تقالة عشان ما يطيش برضو كمان بصير. اتفقنا معك لانا؟ اتفقنا ونص. يلا خلينا ناخذ بعض من مشاركاتكم. ام ايمن زاهر بتقول صباح الخير. نجاح ام محمد زهران بتقول يسعد صباحكم. ومعانا هنادي بتقول لازم سلقتيها للحمه عشان تستوي. لازم لا لا، خليت الطبخه ساعه. هاي قعدت ساعه وهلا بنشوف استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. انحرقت لزقت. يلا نشوف. يلا بسم الله. اشيل. يلا اشيل. يلا يا اكيد شفالة. واحد قوي قلبك. واحد اثنين ثلاث. بسم الله ما شاء الله بجنن شكل الطبق. نشوف اللحمة. خلينا نشوف اللحمة. انتي شوفي وانا بدوق. ماشي. انتي والمشاهدين شوفوا وانا بتأكد لكم من النتائج. الله. داي والهدوء يعم المكان. شايفين كيف لونها زهري؟ على الهدوء طبخت. طبعا الدهن اللي موجود برا بيساعد بعملية الاستواء كتير منيح. تمام. هيها يلا نرجعها مكانها ونشوف. هلا تركناها على الغاز ساعة. ساعة رح ندوق الست لانا بإيدنا المرة. الله ايش الدلال هذا. صحة وهنا وألف عافية. تمام طبختنا جهزت. الله شوف على حتى ما بدها ليمون. ريحة فوارغ. لا حتى ما بدها ليمون. عادة أنا بحب. لا زاكي الليمون. أنا رح أحط لك جنبها ليمون أكيد لانا على الأصول. تحياتنا لكل الأجداد والكبار والكتاكيت الحلوين اللي عم يحضرونا. والله الطعم الصراحة خيال. ما بقدر أحكي لكم. لازم تجربوا.